اخر 3 ارقام او اخر 4 ارقام، كمان بيكون في جوائز مخصصه لكم. هلا ما بعد ما شفنا ارقام اللوتو ورقم جديد رح نتوقف مع بريك قصير وبنرجع لكم من بعده مع تابلويات جاهزه. لاقونا. رجعنا معكم مشاهدينا لحتى نتابع القسم الثاني من حلقتنا لليله، وهلا صار وقت نعرف اذا في عنا رابحين بهيدا السحب، ان كان بالمرتبه الاولى يلي قيمتها اكثر من 14 مليار و725 مليون، المرتبه الثانيه يلي قيمتها حوالي المليارين وزيد يلي قيمتها اكثر من 109 مليون، يعني هول المراتب اللي بهمونا دائما، الثالثه والرابعه والخامسه باللوتو في رابحين هيدا التحصيل حاصل. قبل ما ننتقل لتابلو لوتو رح نرجع نتاكد انا وياكم مره جديده من السري الرابحه، ولكن هالمره مع استاذ بسام. تفضل بسام. شكرا. سحب اللوتو رقم 2127 لنهار الاثنين 17 تموز 2023، حمل الارقام السته التاليه 11 23 29 3 39 27، والطابه السابعه الاضافيه للجائزه الثانيه 42. شكرا لك وسام. خلينا نشوف انا وياك بالتابلو اذا في سعيد حظ عنا لليله. مرتبة أولى، مرتبة تانية، تابلو اللوتو. ما في أولى، إنما في عنا شبكة واحدة لحالها بتربح بالمرتبة التانية، وليكو قد طلعت الجايزة 2,808,874,963 ليرة لبنانية، شخص واحد لحاله 1000 مبروك. بالثالثة في عنا 12 شبكة، كل شبكة بتربح 51,081,000 ليرة. بالرابعة في 575 شبكة، كل شبكة بتربح 1,066,000 ليرة. وبالخامسة 7,900 شبكة، كل شبكة بتربح 200,000 ليرة. مبروك للجميع، المبروك الكبير للربح معنا بالمرتبة الثانية. بدنا نعرف من وين ربحت الشبكة. محل ميثاق برج حمود، ان شاء الله بتتهنوا بها الجائزة اللي صارت لكم من اللوتو اللبناني، ودايما بنقول عقبال ما يوصل الدور لكل حدا طامح انه يربح معنا باللوتو. هلا رح نرجع نتاكد من رقم زيد الرابح من بعدها فورا الى التابلو. الك وسام. شكرا. سحب زيد رقم 2127 لنهار الاثنين 17/7/2023، حمل الرقم 0908. يعني الأولى بزيد وسام حرزانة أكثر من 109 مليون، خلينا نشوف بالتابلو إذا في عنا رابح فيها. إلى تابلو زيد. مرتبة أولى، شبكة واحدة لحالها بتربح معنا كمان 1000 مبروك، وقيمة الجائزة 109,947,545 ليرة لبنانية، كل شبكة بتنتهي ب 9008 بتربح 2,500,000، كل شبكة بتنتهي ب 008 بتربح 200,000 ليرة، وكل شبكة بتنتهي ب 08 بتربح 20,000 ليرة. مبروك للجميع. من وين ربحت الشبكة بيزيد بالمرتبة الأولى؟ لوتو وهبي صيدا، كمان 1000 مبروك للرابح او الرابحه معنا. خيش حلو الربح مع اللوتو، يعني اذا ما نقشت معكم باللوتو في عندكم احتمال انكم تربحوا معنا بزيد، شرط بس انكم تكونوا دافعين الزياده على سعر شبكه اللوتو. هلا بدنا نعرف انا وياكم قد ايه رح بتكون المرتبه الاولى ان الله راد لسحب نهار الخميس، بما انه اليوم ما ربحت. استاذ بيسام، 14,725,000,000 الليله سحب الخميس، قد ايه رح بتكون؟ بصيروا حوالي 16 مليار و300 مليون. قد ايه حلوة؟ كثير حلوة، أحلى بكثير الثانية. الثانية بتبلش حوالي المليار. اوكي، وزيد؟ وزيد حوالي 120 مليون. لكن عن جديد أستاذ بسام، الأولى 16 مليار و300 مليون. 300 مليون منا كلمة بتتم. شكرا لحضورك معنا أستاذ بسام. مشاهدينا ما تنسوا تكثروا شبكاتكم لحتى تفوتوا معنا بفرصة ربح 16 مليار و300 مليون يلي ناطرينكم لسحب نهار الخميس. ان الله راد فيكم تلعبوا من جميع مراكز بيع العاب لليبانيز دي جو عبر ال 1020 اس ام اس، او عبر الويب سايت www.lldj.com، او عبر الابلكيشن ايضا LLDJ. انا بطلع عليكم الخميس على 7:30، ومن هلا لوقتها بتمنى لكم ليله سعيده. باي باي.